السلام عليكم. اعتدى ثلاث فتيات بواسطة أسلحة بيضاء والغاز المؤسي للدموع بجبل مقرص، وبالضبط بمنطقة طاكوكا ببلدية عين عباس شمال غرب مدينة الصيف، على شخص رفقة عائلته من أجل سلب ممتلكاته وسيارته. ولحسن الحظ سكان المنطقة فطنوا وقبضوا على المعنيات وسلموهن لعناصر فرقة الدرك الوطني لإقليم عين عباس، وهن رهن الحبس بما قرر الفرقة في انتظار تقديمهما أمام العدل، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.